السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بداية ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتنا الجديدة صوت الملعب، هسيب لحضراتكم اللينك تحت الفيديو. النهاردة عيد ميلاد الكابتن محمد أبو تريكة، زي ما قلت لحضراتكم في فيديو سابق، كل سنة وهو طيب، ربنا يعني يشيل عنه البلاء ويرجع لبلده وأهله ومحبيه إن شاء الله، اللهم أمين، في القريب العاجل إن شاء الله. أحمد الطيب، أحمد الطيب علق بصورة بتجمعه مع الكابتن محمد أبو تريكة وأولاد الكابتن محمد أبو تريكة وهم مبتسمين. يعني أحمد الطيب بيتكلم، كان قال قبل كده كلمة غطاس في أحد البوستات اللي كتبها على فيسبوك، كلنا هاجمنا محمد احمد الطيب بسبب هجوم على محمد ابو تريكه، لانه غطاس في المعنى ده، غطاس يعني غطاس داخل منطقه الجزاء بيحصل على ضربات جزاء يعني دون وجه حق. هو محمد ابو تريكه ما عملهاش غير مره واحده تقريبا، هو قال ان هي مره تقريبا مباراه حرس حدود حاجه زي كده. لكن لو جبنا على الجانب الاخر اتكلمنا في الموضوع، يعني الجانب الاخر فيه فاروق جعفر والكابتن حسن شحاته اتكلموا، خالد غندور، كل الناس اتكلموا، استاذ هو استاذ منطقه الجزاء فاروق جعفر يعني. ف هاجمنا احمد الطيب. احمد الطيب طبعا كل جماهير النادي الاهلي عارفه اسلوبه وعارفه طريقته، وفي حاله من الغضب الشديد تجاه احمد الطيب في الفتره الاخيره بسبب بوستاته. يعني اتصور النهارده مع محمد ابو تريكه. محمد ابو تريكه ده يا جماعه والله عايز تشيه الكره اي حد من قلبك، او لو انت عايز تشيل كره اي حد في قلبه من ناحيتك، تصور مع الكابتن محمد ابو تريكه. راجل الصورة بتاعته أي مكان اللي بيظهر معاه بتديك راحة نفسية. يعني النهاردة زي ما بقول لحضراتكم، أحمد طيب نشر صورته مع أبو تريكة وعلق عليها كل سنة وأنت طيب يا عم الناس، وعقبال 1907 سنة عمر من تاريخ ميلاد النادي الأهلي، كلهم حب وتقدير واحترام الكل ليك ولتاريخك الجميل، ونشوف أحمد وسيف امتداد للسيرة العطرة شكلا ومضمونا. شوف انت بتضحك على كلمة غطاس، شوف انت يعني هو على اساس ان هو بيكلمه قلت غطاس وبتاع، شوف انت بتضحك على كلمة غطاس وحبايبك زعلانين معتقدين المقصود بها اساءة. يا احرف غطاس في بحر الابداع والمتعة في الدنيا. خلاص يا عم احمد طيب، يعني مش هنعلق على البوست ده ولا هنتكلم في البتاع، لكن اي بوستات جديدة هنعلق وهنتكلم. يعني انا عشان خاطر ابو تريكة مش هنعلق اي تعليقات سلبية يعني، لكن ابو تريكه حبيب الملايين. يعني ده بخصوص احمد الطيب والكابتن محمد ابو تريكه. بخصوص النهارده برضو من ضمن الحاجات اللي بصراحه انا هتكلم من قلبي بقى، يعني في حاجات دايما بتكلم معاكم من قلبي لكن بيبقى في حدود، يعني في ناس هتزعل مني. النهارده صوره او الفيديو اللي نشره تركي آل الشيخ على صفحته من ساعه تقريبا مع مؤمن زكريا ومع محمد سمير حماصه او حمصه. محمد سمير اللي هو عارفينه اللاعب اللي كان اتصاب في مباراه تقريبا اطلع بره وهو راجع، او كان سبورت راجع من برج العرب فحصلت له حادثه فتم بتر ساقيه، يعني ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب العالمين يا رب. كان تركي آل الشيخ تواصل مع حماده اسماعيل، وحماده اسماعيل تواصل مع حمصه اللي هو محمد سمير، وقالوا ان وحمصه نفسه نشر، وبعد كده تركي آل الشيخ خد البوست اللي نشره حمصه وقال لك ان هو هيعالج تركي آل الشيخ، تركي آل الشيخ هيعالج محمد سمير حمصه وهيجيب له اطراف صناعيه وبتاع يعني. وده شيء ايجابي وشيء جيد وشيء جميل يعني. واتكلم قبل كده نشر فيديو ليه وهو في السعوديه، ومؤمن زكريا في السعوديه، وقال له ان شاء الله اخويا مؤمن جاي يزور اخوه وهيطلع من هنا على امريكا. وبعد كده جت قصة يعني اتكلم حواره مع مصطفى البنو اللي كان عامل لايف، قال لك مؤمن زي قصة مؤمن زكريا منتهية، بس نتمنى السفارة الأمريكية يعني يتخلص معانا بالتأشيرة عشان يسافر مؤمن زكريا. نتمنى الشفاء لمؤمن زكريا ونتمنى الشفاء لمحمد سمير حمص. لكن في حاجة ناس كتير اتكلموا وقالوا بلاش الناس تستغل مرض مؤمن زكريا، الناس بلاش تستغل مرض مؤمن زكريا في شو اعلامي يعني. كل الناس عايزه تدعم مؤمن زكريا وتقف ورا مؤمن زكريا وتسنده، حتى محمد سمير. يعني محمد سمير راجل بمحب النادي الاهلي
وبسبب انه كان رايح الملعب ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يتم ابتلاءه بهذا البلاء. يعني ايا كان الانسان، شخصيه عامه، شخصيه معروفه، شخصيه مش معروفه، ما ينفعش ما ينفعش. واللي عمله تركي آل الشيخ ما يصحش. في ناس هتزعل منه، لا اللي يزعل يزعل، اصل انا مش هكون بوشين، مش هكون بوشين ليه بقى؟ لما هاجمت افعال مرتضى منصور مع اللي بيحصل من مع لاعبي نادي الزمالك واهالي لعيبه نادي الزمالك لما كان جاب احد لاعبين الناشئين مصابين اللي كان عمل عمليه رباط صليبي وصرفوه وبعد كده مشوه يعني ونهوا عقده مع نادي الزمالك، قصه حضراتكم عارفينها. اللاعب طلع مع مرتضى منصور، مرتضى منصور في واللاعب نفسه قال لك انا كنت رايح عشان اشكره، اتفاجئت بوجود الكاميرا وبتاعه ونتصور، رايح هو ووالده فبيتكلم من بشكر سياده المستشار، ورده دخل بشكرك يا سياده المستشار. طب انت بتعمل خير، ايه الداعي؟ ايه الداعي؟ وبعدين اعلنت عنه مره، يعني انت النهارده بتعمل تصور وبتاع تطلع مواقف لا تليق. مع احترامنا للجميع، مؤمن زكريا على دماغنا وعلى راسنا من فوق، ربنا يتم على شفاء من فوق، وده شيء لا يقلل من مؤمن زكريا. مؤمن زكريا لاعب محترم، لاعب يقدر يعني، وحمصه مشجع من محبي النادي الاهلي. لكن اللي بيعمله تركي آل الشيخ انا مش شايف انه يفرق حاجه عن اللي عمله واللي بيعمله مرتضى منصور. يعني شايف نفس الاسلوب، نفس الطريقه، نفس الستايل، بعمل خير لازم اقول للدنيا بحالها ان انا بعمل خير، لو اعمل لازم اقول للدنيا ايه يا عم في ايه. كان مش كده، يا ما ناس عملت ومحدش يعرف عنها حاجه، يا ما ناس عاشت وماتت وبعد ما ماتت الناس فهمت، الناس اللي كان بيعمل معه ناس خير هم اللي كانوا بيتكلموا عنه. ما بقولش نقول ان تركي آل الشيخ او مرتضى منصور ما بيعالجوش الناس، لا بقول خلي غيرك يقول. بمعنى ان انا دلوقتي مثلا لو عرفت خبر زي كده، ما انا ممكن اطلع اعلن اقول فلان، لكن لما انت بتطلع تعلنها بنفسك بيبقى شكلها صعب، شكلها مش ظريف، شكلها مش حلو، شكلها ان انت تقول كده بتبحث عن الشوه الاعلامي، بتبحث عايز تتصيط. فبلاش نستغل ظروف مرضية أو ظروف ناس أو ظروف أيا كانت الظروف علشان أطلع وأعمل الكلام ده كله. علشان كده أنا متمسك برأيي الذي لا قيمة له على الإطلاق، إن تركي آل الشيخ يظل بعيدا عن أي تعاملات مع النادي الأهلي، يظل محبا واحد زيه زينا من جمهور النادي الأهلي، يشجع النادي الاهلي، يفرح الاهلي وقت ما يكسب، يكون يطلع يتكلم لو في مواقف معينه يدعم فيها النادي الاهلي، مواقف ما يتكلم، يقف يرد على حد بيهاجم النادي الاهلي، ماشي ده زيه زينا ما فيش مشكله. لكن يرجع تاني، مع احترامي للجميع انا حاسس ان ما فيش شيء هيتغير. ناس كتير هتزعل مني، بس انا بقول رايي وزي ما بقول حضراتكم بالبلدي، انا مش عايز اطلع اكون بوشي. ده بخصوص الفيديو اللي نشره تركي آل الشيخ مع حمصة ومؤمن زكريا ده، والكابتن احمد طيب عيد ميلاد الكابتن محمد ابو تريكة. تعالوا بقى ناخد بعض الاخبار سريعا. النهارده زي ما قلت لحضراتكم مسابقات اتحاد السله، حاجه غريبه رئيس اتحاد السله كلنا فاكرين الاستاذ مجدي ابو فريخه. مجدي ابو فريخه ده كان طلع وعملوا اعتذار لمرتضى منصور قبل كده لما كان الصفحه الرسميه لاتحاد السله بتتكلم او اعتبروها بعض الزمالكاويه انها تهكم على رئيس نادي الزمالك او نادي الزمالك، فطلع مجدي ابو فريخه قال لك حول رئيس المسؤولين على السوشيال ميديا الخاصه بالبتاع دي للتحقيق، وبيعتذر لمجلس اداره نادي الزمالك ومرتضى منصور. المهم بخصوص ازمه مباراه النادي الاهلي والزمالك والقصه اللي دارت والخناقه اللي حصلت امبارح، قال لك اتحاد كره السله قال ان لجنه المسابقات بالاتحاد بتفحص المشاهد التي ادت الى ما حدث في مباراه الامس بين الزمالك والاهلي في كاس مصر لكره السله. عارفين كلنا القصه والمشكله. قال لك لجنه المسابقات اتحاد السله بتسعى للوصول الى افضل القرارات واعلانها بشكل رسمي. يعني قال لك المباراه عقب لا لعبه استفزازيه، لعبه استفزاز مش عارف يعني، قال لك تسعى لجنه مسابقات باتحاد السله الى الوصول الى افضل القرارات واعلانها بشكل رسمي، حيث تهدف الى توقيع عقوبات مغلظه على المخطئ حتى لا يتكرر هذا المنظر من جديد. قرر مجلس اداره اتحاد السله برئاسه مجدي ابو فريخه حجب جائزه افضل لاعب. مين اللي خدها يا جماعه امبارح؟
كان معناه عن ان اللاعب ايهاب امين هو افضل لاعب في مباراه الاهلي والزمالك بسبب فوز النادي الاهلي وادائه الرائع، لائع لاعب امكانياته، لا كبطوله اتحاد السله حجب اللعبه. ليه؟ قال لك عشان شهدت المباراه احداث مؤسفه. طب وهو ذنبه ايه ومين السبب فيها؟ هل هو اللعبه اللي لعبها خارج قانون السله؟ لا، موجوده وبتتلعب عادي. ده اللاعب بتاع الزمالك اللي خد الكوبري قال لك هي مشكلتها انها جت في اخر المباراه، لو كانت في اول المباراه عادي يعني، او بص المباراه عادي، لكن جت في اخر يعني لعبه موجوده. هل في العاب في كره السله بتقول اللعبه دي تتلعب في اول المباراه واللعبه دي ما تتلعبش في نص واخر المباراه؟ فهنشوف وهننتظر القرارات او القرار الخاص بتاع كابتن مجدي ابو فريخه رئيس اتحاد السله او قرار اتحاد السله يعني. هنشوف الدنيا هتروح فين يعني. ده كان ده بعض الموضوعات كنت عايز اتكلم مع حضراتكم فيها، لكن في كلام عن اللي قاله ايهاب امين، كلام كتير عن اللعبه، واتكلم وقال ان اللعبه استعراضيه ما كانش غرض منها استفزازي وبتحصل وحصلت ومش انا مش اول مره والكلام ده كله، ومش بس الشو الاعلامي، انا كمان ما عرفتش اعدي ما لقيتش قدامي غير ان انا اعملها اللعبه دي كده وعاديه. هو الراجل مش من يعني الطبيعي انه ما يطلعش يبرر لعبه يعني، لعبه عاديه، لكن هم بقى لازم نلاقي حجة. انت كسبتونا ازاي؟ استفزتونا، انت الجمهور كان مش عارف، لازم نعمل مشكلة، لكن ما نقولش مبروك وهارد ليك هارد لك وان شاء الله القادم احسن. ما فيش الكلام ده، فيها يخفيها يعني. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله.